هذا وقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله هذا اليوم بزيارة إلى مجلس سمو الشيخ عبد الله بن خالد الخليفة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في إطار اللقاءات التي يحرص عليها جلالته أيده الله في مثل هذه الأيام المباركة، حيث تبادل العاهل المفدى مع الحضور الأحاديث والتهاني بالعشر الأواخر من شهر رمضان الفضيل، راجيا الله عز وجل أن يعيد شهر رمضان المبارك على الجميع بالخير والمسرات. وأكد جلالته أهمية ترسيخ مبادئ التعاون والإخاء بين جميع أبناء مملكة البحرين تحت راية وحدتهم الوطنية وقيمهم الإسلامية، بما يجسد المبادئ السامية التي يحفل بها تراثنا الإسلامي الأصيل، منوها جلالته بأهمية الاستفادة من هذه الأجواء الروحانية والإيمانية من الشهر الكريم لتعزيز الوحدة الوطنية من أجل الحفاظ على مكتسبات مملكة البحرين والتي تحققت بفضل سواعد أبنائها المخلصين في كافة الميادين. وقد رفع سمو الشيخ عبد الله بن خالد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى أسماء آيات الشكر والتقدير لهذه الزيارة الكريمة، والتي تؤكد حرص جلالته رعاه الله على التواصل مع المواطنين في هذه الأيام المباركة، ضارعا إلى المولى العلي القدير أن يحفظ جلالته ويمتعه بمنفور الصحة والسعادة ويحقق للبحرين في عهده الزاهر كل ما تصبو إليه من رفعة وتقدم وتطور. كما قام حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه قام بزيارة إلى سمو الشيخ علي بن خليفة الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، وذلك في مجلس سموه. وقد تبادل جلالة الملك المفدى مع الحضور الأحاديث الودية والتهانية بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يعيد هذه المناسبة الكريمة على شعب البحرين بالخير والبركات، ويحفظ مملكتنا الغالية ويديم عليها نعمة الأمن والرخاء والازدهار. وأكد جلالة الملك المفدى أن هذا الشهر الفضيل هو شهر تعزيز قيم ومبادئ التواصل والترابط بين أبناء البحرين والحرص على تعزيز روح الأخوة والمحبة فيما بينهم، منوها حفظه الله بهذه المجالس الرمضانية المباركة التي تمثل جانبا مضيئا من تراث مملكة البحرين والتي يجب المحافظة عليها وترسيخ أهميتها وقيمها في نفوس الشباب والأجيال الناشئة، وذلك لما لها من دور في تأكيد التآلف بين الجميع بما يعكس عراقة تاريخنا وأصالة ثقافتنا ويعزز روح الأسرة الواحدة بين أبناء الوطن الواحد، مؤكدا جلالته بأن الدعامة الأساسية لأمن هذا الوطن هو ما يجمع أهل البحرين من حب للخير والتعايش النابع من تراثنا العريق. وقد رفع سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء أسماء آيات الشكر والتقدير إلى حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله على تفضل جلالته بزيارة مجلس سموه، والتي تصب في إطار ما دأب عليه جلالته في التواصل مع المواطنين وزيارة المجالس في هذه الأيام المباركة، مؤكدا أن الحضور بالمجلس تشرفوا بالسلام على جلالته والاستماع إلى حديثه حفظه الله ورؤيته السامية لضرورة الوحدة الوطنية والتماسك بين أبناء المجتمع والتعامل الأمثل مع ما تموج به المنطقة من تحديات بشكل يحفظ لوطننا العزيز أمنه واستقراره في ظل قيادته الحكيمة. We'll be right back.
بعد ذلك قام جلالته حفظه الله بزيارة إلى مجلس معالي المشير ركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين في إطار اللقاءات والزيارات التي يحرص عليها جلالته في مثل هذه الأيام من شهر رمضان المبارك، حيث تبادل جلالة الملك المفدى حفظه الله مع الحضور التهانية بالعشر الأواخر من شهر رمضان الكريم، مبتهلا إلى الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على البحرين وشعبها العزيز بالخير والرفعة. وأكد جلالة الملك المفدى بأن مملكة البحرين ستبقى بإذن الله واحة الأمن والاستقرار ووطن التعايش والأمان لجميع شعبها ومن يعيش على أرضها. وقد عبر معالي القائد العام لقوة دفاع البحرين عن شكره وتقديره لصاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله على هذه الزيارة الكريمة، داعيا الله أن يحفظ جلالته ذخرا وسندا لهذا الوطن العزيز ويحقق للبحرين وشعبها الكريم تحت قيادته الحكيمة كل ما تصبو إليه من تقدم وازدهار في عهد جلالته الزاهر. بعدها قام حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله بزيارة إلى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن سلمان آل خليفة، وذلك بمجلس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل خليفة رحمه الله، حيث تبادل جلالة الملك المفدى التهانية بمناسبة هذه الأيام المباركة، داعيا الله أن يعيد هذا الشهر المبارك على أبناء البحرين بالخير واليمن والبركات، مؤكدا جلالته بأن هذه المجالس الرمضانية هي مجالس لتعزيز قيم الشعب البحريني المتوارثة التي تؤكد على التواصل باعتبارها أحد العادات الطيبة التي كرسها الآباء والأجداد والتي يسير الجميع على نهجهم وخطاهم بالتواصل والتآلف والمحبة. وقد أعرب سمو الشيخ أحمد بن محمد بن سلمان آل خليفة عن عظيم شكره وامتنانه إلى جلالة الملك المفدى حفظه الله على هذه الزيارة الميمونة، داعين الله أن يحفظ جلالته ويسدد على طريق الخير خطاه ويسبغ على جلالته نعمة الصحة والعافية.